أطفال بلا مأوى وإنشاء أكاديمية للكورة لتعليم الكورة لمجموعة من الأطفال. مش حابة أقول عليهم أطفال الشوارع، ولكن مع الأسف هو دي الجملة اللي ممكن تكون بتتقال. إيه حكاية الأكاديمية وإيه حكاية أطفال بلا مأوى؟ ده اللي هنعرفه مع كابتن تامر بجاتو. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلة كابتن تامر. منورني وأهلا بيك. اهلا بيكي وميرسي جدا للاستضافه. يعني لا، انت نورتنا وفتحت لنا سكه اننا نتكلم على عمل الخير، وقد ايه عمل الخير ممكن يكون سبب في سعاده ناس كتير جدا، مش الفلوس وخلاص. طبعا يعني الموضوع ده فعلا مهم جدا، لان هو عمل مجتمعي في الاول وفي الاخر. يعني ويعني انا جات لي الفكره من اكتر من سنتين في دماغي الحقيقه، بس مش عارف اتحرك بيها ازاي، لان احنا اكيد دايما في موقف معين خلى الفكره دي جت في دماغك. احكي لي اللحظه اللي جت لك فيها فكره الاكاديميه كانت ايه؟ بص، هي مش لحظه واحده الحقيقه، هي لحظات كتير جدا. كنت دايما لما مثلا واحد يبقى في الشارع مثلا ولا حاجه، في العربيه طبعا وماشي، وبعد كده بتلاقي مثلا ولد مثلا جاي على شباك العربيه مثلا، او في الجنينه مثلا، تتفرج عليه في الجنينه او في الشارع، معدي بالعربيه مثلا، فيبقى عاملين الشارع حاطين طوب وبيلعبوا زي ما احنا كنا بنلعب كده في الشارع زمان يعني. فبتلاقي ولاد صغيرين جدا وبيلعبوا حلو قوي، وبيلعبوا حلو جدا، وبيلعبوا حافيين ولابسين بقى التيشيرتات، بيعلبس لابس عايز يعيش التيشيرت مثلا. الحكاية كويس. يعني بيتضايق جدا، ياخد الموضوع ان انت يعني انت بتعدي بالعربيه من هنا ليه، يعني خد حته تانية. ف يعني مرات كتير على سنين كتير، بس كان الواحد بقى بيلعب وكده، وحتى بعد ما بطل وكده. فكان بيجي لي دايما الفكره ان يعني ان الولاد دول ممكن يطلع منهم زي ما طلع بره قبل كده، يعني من زمان. لو نجوم نتكلم على القاعده في العالم كله لقصه اللي هم النجوم فعلا، هنتكلم على مجال كره القدم عشان مجالي يعني، ايوه طبعا، من اول بيليه ومارادونا لغايه ناس كتيره جدا، بالوتيلي ونيمار، والناس دي كلها اساسها من الشواطئ ومن الشوارع، اساسها مش انديه يعني. بنتكلم هم يعني صغيرين، ما بدأش في نادي، لكن هو بالظبط بدأ باللعب اللي الأطفال كلهم بيلعبوه مع بعض. بالظبط. فإن القاعدة في حتة الرياضة، بعيد بقى عن أي عمل، بقى ننسى خالص بقى، نبعد عن قصة إن دول إحنا عايزين نعطف عليهم أو عايزين نتكفل بيهم أو نكلمها من حتة إن إحنا نطلع ناس تالنتد بجد، موهوبين فعلا، يعني الموهبة فعلا عند الناس دي، لأن عندهم حب وعندهم للموضوع، وفي نفس الوقت ما عندوش ليميتس. يعني هو بيلعبها بيعمل اللي هو عايزه، لان ما فيش حد قال له دي غلط او دي صح، فبيبدا يجرب كتير قوي، فبيطلع حاجات ممكن تبقاش موجوده في اللاعب العادي اللي ممكن يكون بيلعب في اي حته تانيه. انا كنت السنه اللي فاتت كنت ماسك في النادي الاهلي مثلا ولاد صغيرين، في منهم كويسين جدا، بس ما فيش حد اشتغل عليهم. محتاجين الشغل اللي هو بص، هو الموضوع هنتكلم في حاجات كتير قوي، مش عايز افتح اتكلم زي ما الموضوع. انت عايز. لا، هو القصه كلها ان احنا عندنا بس ايه، الافق ضيق شويه. يعني دايما بندور على الحاجه الجديده، او انا عشان اعمل حاجه مثلا اكريت حاجه او اخترع شيء او ابتكر شيء جديد عامه في الحياه، لازم في الاول اساسا يبقى مخي سقف خيالي واسع جدا. يعني زي ما بره بيعملوا، بعيد عن القصه دي، بيعملوا مثلا فيلم زي هاري بوتر مثلا. هو شيء مش موجود اساسا في الحياه، بس مش قصه ان هو اتعمل الفيلم. الفيلم عمله سهل قوي، تصوير واخراج وابهار وتكنولوجيا، الفكره نفسها. الفكره اللي جت ان انت اخترع عالم مش ان موجود، في حد سرح بخياله بالزبط. وخرج بره الحدود اللي موجوده. بالظبط. احنا عندنا في مصر مشكله هنا في كده. فانا الفكره، عشان يعني مش عايز اتكلم في القصص دي كتير، الفكره جات لي ان انا بره بيعملوا كده فعلا جدا. يعني بيروحوا يدوروا في الناس اللي موجودين، والاكثريه طبعا تبقى في لاتين امريكا، يعني عشان هم عندهم عدد كبير جدا، والحال فقير برضه، مش زي دول اوروبا. فبيعوضوا ده ان هم بيصدروا للعالم كله الرياضه، سواء بقى كرة شاطئية أو كرة القدم أو الباسكت والفول. يعني بيبقى عندهم بيستخدموا جدا العدد الناس اللي عندهم ده، بيطلعوا منهم الطاقات. فالموضوع
يعني احنا عندنا انت في كمان مصر لما تاخد طفل ممكن يكون جواه حاجة حب للرياضة معينة، انت بتنمي جواه حاجات كتير جدا مش رياضة بس، انت بتخلق جواه صحة كويسة طبعا والتزام وأخلاق وحاجات كتيرة قوي، لأنه الرياضة بشكل عام هي يندرج تحتها حاجات كتير جدا أخلاقية وعادات معينة وطقوس معينة، هي بتبقى الصح، هي ده الصح للحياة. طبعا. ولو هنتكلم في الفكره العامه، يعني احنا مثلا بعد الحرب العالميه الثانيه في اوروبا مثلا، اول حاجه بعد ما كانت اوروبا كلها متدمره وكلهم متبهدلين ومخبطين في بعض كلهم، وده مش بنتكلم في بيجي، بنتكلم مثلا في 50 60 سنه يعني، اول حاجه بدأوا يعملوها الاولمبياد. ليه؟ لان هم لقوا ان الرياضه ده شيء، الرياضه دي شيء شيء مهم جدا. مهم جدا اساسا للبني ادم، عشان يعرف يفكر، عشان دمه يمشي كويس جوه جسمه، عشان يعرف يفكر يبقى يعمل اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيه الرياضه. والرياضه مش بشكلها الاحترافي، الرياضه العامه يعني. وبداوا يخططوا بلادهم ومدن بتاعتهم للرياضه. انت عايز تنزل تمشي في اي حته في اوروبا هتلاقي باركس تمشي فيها، في مكان للعجل وفي مكان للجري وفي مكان مفتوحه لاي حد عايز يلعب اي حاجه، لان ده بتبقى زي صفة أساسية، لأن إحنا البني آدم بطبيعته الأساسية رياضي مفروض. يعني إحنا ما كانش في زمان لا عربيات ولا أسانسيرات ولا طيارات، كنا بنتحرك وبننزل فكان وبنطلع، غصب النهارده عننا خلاص بقى احنا بالظبط قاعدين مكاننا وكل حاجة بالظبط. ما كانش بنحركها. في تلفزيون، ما كانش في حاجة، فبنروح نزور بعض ونرجع، ونروح السوق ونرجع، بنقطع الخشب بإيدينا، فكل دي رياضة، الرياضات كلها ولو حد عايز حد بيروح له النهارده ما بيروحلوش، بالظبط النهارده بيبعت له بالظبط. فمش بيكلمه كمان. ساعات اكسل التليفون عشان ابعت له كمان، مش عايز اقوم اجيب التليفون من قدامي يعني. فهم خدوا بالهم جدا من الحته دي، ان البني ادم ربنا خلانا بطبعنا رياضيين، حتى لو ما بلعبش رياضه معينه انا طبعي لازم ابقى رياضي، لازم اتحرك يعني. فدول اوروبا خدت القصه دي واهتمت بالرياضه جدا للناس كلها، عشان كده عرفوا يعملوا التقدم ده، غير ان هي بتحاول تقرب بين الشعوب وبين اللغات، انت بتقابل دول بتنشر بيها كتير السلام وبتقابل وبتنشر بلاد بيها كتير. ده المفروض يعني. كلمني عن الجزئية بقى الجزئية بتاعت بتاعتنا، الأكاديمية، وصلت ازاي للولاد دول وعملت ايه، وهل كان في تقبل للموضوع ولا في ولاد هربت مشيت كملت ما كملتش؟ بص هي طبعا انا الفكرة بقى يعني تتبرور في دماغي سنتين كده، ما رحت كتبتها عملتها يعني، عملت سجلتها برزنتيشن كامله وكل حاجه. والحقيقه يعني رحت بيها لصندوق تحت مصر ورحبوا بالفكره جدا، لانهم عندهم برنامج اسمه برنامج حمايه اطفال بلا مأوى، فدخلنا من ضمن البرنامج ده ورحبوا الموضوع جدا. وهم اوريدي طلع يعني ان في دور ايتام ودور رعايه كتير جدا، وفي سبوتس معانا في مصر كلها وهم عاملين حصر بيها من فتره يعني، الواد التجمع الولاد دول اللي هم بيبقوا في الشارع يعني. فبدانا فعلا نتحرك يعني عملت لهم اختبارات بقى ولا، ويعني الولاد اللي في الشوارع اللي بيلعبوا في الشارع الكورة وصلوا لكم ازاي؟ عرفوكوا ازاي؟ ولا انتوا نزلت لهم ولا ايه اللي حصل؟ لا احنا طبعا نزلنا لهم يعني، احنا بدأنا حددتوا مناطق معينة ونزلت من لهم؟ خلال يعني من خلال الصندوق، خلال طبعا من وزارة التضامن يعني بالاشتراك مع بعض يعني، بدأنا ننزل نروح دور رعاية اوريدي موجودين، بيلموا منهم، بيلموا الولاد من حتت او من الشوارع يعني، ويحطوهم في الدارات دي. وفي كتير الفترة اللي فاتت يعني الدارات دي عاملين اوريدي عندهم ملاعب موجودة يعني، تلاقي ملعب موجودة. رحنا عين شمس مثلا اسمها دار الحرية، رحنا عندهم ملعب حلو جدا، ملعب كورة كبير مش صغير، بس ما بتعملش بيه حاجة يعني، او البنات بتمرنوا بيه مش وخلاص بلا بيستغلوه، هدف او بلا يعني، لان الامكانيات والظروف والفكر نفسه فما مش فيش اهتمام بيه. بالظبط. فاحنا نزلنا، عشان نزلنا الجيزه، رحنا الدقهليه، محافظه الدقهليه الحقيقه عمل يوم كويس جدا وجمعنا اولاد كتير جدا من كذا يعني، في بقى دور رعايه وفي دور ايتام وفي اطفال اللي بيقدروا يجمعوهم من حتت معينه يعني، من خلال محدد وزاره سن التضامن. معين يا كابتن ولا فاتح الحكايه احنا ولا لا عملوا احنا فرق من ولا ايه؟ يعني هو السن اللي انا عشان اقدر اعمل بيه حاجه، لو من سن مثلا 8 سنين لحد سن 14 سنه مثلا 15 سنه ماكسيمم يعني، ده السن اللي ممكن يعني نلاقي عنده الموهبة. وهي دي النقطة اللي عايز اتكلم فيها، ان مفيش حد ما عندوش موهبة،
نهائي. يعني ربنا خلق لكل خلق واحد حتة معينة. بالظبط، كلنا متساويين. هي قصة كلها بس ان انا في ولاد دول للاسف ما يطلع في هو طالع مش في بيئة اساسه، طالع في الهوا مش حاجة، مش عارف، هو مش عارف اي حاجة خالص. هو اكله عايز ياخد، هو بياكل ويشرب وينام وعايش في الشارع بيعمل اللي هو عايزه وخلاص. لكن هو جواه حاجة، بدليل ان هو لو لقيت هتلاقيه لابس مثلا تيشرت مثلا بتاعت نادي الاهلي او ريال مدريد او برشلونة، يعني بيشوفهم وبالنسبة له امل وبيحبهم جدا لدرجه ان هو بالنسبه لابس له حلم ولابس التيشيرت بتاعته. فمعنى كده ان لا، هو عنده حاجه وبيفكر وعنده تطلعات بس مكبوته او مش عارف ان هي مش هتطلع، او فبيطلعها يرمز ليها بالتيشيرت دي يعني. فيبقى الولاد دول وات ايفر هو كان فين عنده موهبه، وبس محتاج حد، محتاج حد هو يخش اللي يطلعها بيحرك من الحته دي جواه. جواه هو مش عارف ان هي عنده اساسا، يعني هو ممكن مش عارف ان هي عنده، بس لو توفر له التولز دي، حد قدر بس يبص له دقيقتين ثلاثه يلاحظه هيعرف. فهو ده اللي انا اعتمدت عليه، ان انا وطبعا انا قلت هبدا بالكوره لانها حتتي منطقتي يعني. لكن في حد اتمنى تاني مشارك مع حضرتك؟ يعني هل الموضوع في دماغك انه يبقى بيتوسع اكتر ويكبر اكتر، يبقى في مشاركين طبعا يعني انا بمجالات مختلفه؟ حطيت تصور كامل قدام كمان ممكن نعمل ايه. ويمكن يعني كنا عملنا مؤتمر قريب كان حاضر فيه الفنان محمد صبحي، واتكلمنا في حته ان هو اشترك معاه في ان هو يخش بالحته دي برضه. يعني مثلا دخلنا على دار او على وات ايفر كانت ولادتي، مش فارقه المسمى يعني. لو حد عنده موهبه في الرياضه او في الكوره مثلا، طب ما في حد تاني موهوب في الفن، ممكن موهوب في التمثيل، ممكن موهوب في الرسم، ممكن في النجاره، في الغنى، في اي حاجه، اي حاجه، في الطبخ، في الخياط، في كل حاجه يعني. يعني لا يمكن يبقاش جواه حاجه، لا يمكن يعني، مش ممكن، مش قادر يستخدم لا دماغه ولا عينيه ولا مناخيره ولا ودانه ولا ايده، لا يمكن، مفيش كده في الدنيا. فاتمنى طبعا يعني الاستاذ محمد صبحي ان هو يعني ان شاء الله هو النجم محمد صبحي يقدر دايما بيبقى يعني بالظبط، بنلاقيه في مثل هذه هو الحاجات سباق هو في متواجد المواضيع دي. فيها، يعني بيبقى راعي رسمي للموضوع. في طبعا الاستاذ سليم سحاب قبل كده برضو كان جاب الاطفال من الشوارع وعمل بيهم اوبريت حلو جدا. بس انا لما جيت فكرت ان انا اعمل حاجه مكمله على طول. ليه بقى؟ لان هو في الاول وفي الاخر هبدا بقصه الرياضه، ولكن مش كل اللي هجمعهم هيبقوا لعيبه كوره طبعا. لكن انا من خلال الولد ده او الولاد دول لما اجيبهم، هو عايش بلا حدود وبلا هويه وبلا انتماء وبلا دين وبلا قانون وبلا، ما عندوش حاجه خالص، مفيش حد بيوجهه ولا حد بيعلمه بالظبط، ولا حد فضيله ولا حد واخد باله منه بالظبط. بس في الاخر ده بينعكس عليا انا، هو بيجي لي في البيت وبيجي لي في الشارع، وبعد كده بيجي لي بقى في الحاجات للاسف السياسيه، لما يكبر حد يجيبه يمين وحد يجيبه شمال، وحسب والارهاب الفكر بقى اللي هو الفكري بقى خده. والارهاب، يعني غير بقى الاغتصاب الجسدي وتجاره الاعضاء، يعني 500 مشاكل الف حاجه، كتير قوي اللي بنتقابلها وفي الاخر بتنعكس علينا احنا برضه. طبعا، ما هو احنا كلنا واحد بصرف النظر، صحيح، مهما نفرق هي هتبقى كده، ملهاش حل تاني. فانا فكرت من خلال الرياضه، من خلال الكوره دي، ان انا الولد ده اجيبه اول حاجه اعلمه يعني ايه، اطلع له موهبه جواه ممكن يستخدمها، وفي نفس الوقت بعلمه يعني ايه يتعامل مع زميله، وبعد ما زميله يعني حضرتك بادئ الموضوع بقالك سنتين مش كده؟ انا بدات، لا يعني سنه بالظبط كده، مش سنه بالظبط، معاك مجموعه من الاطفال فعلا؟ معايا حوالي خمسه يعني 50 واحد او 55 واحد. اكيد اول لقاء مختلف تماما عن دلوقتي هو كشخصيه. بص انا دلوقتي انا يعني انا لفيت حتت كتير وعملت حصر بالوقت مع اسمائهم وفين بالظبط واسمائهم وكل حاجه، ويعني ولسه بنكمل كمان، عايزين نلف يعني نوصل لعدد اكبر شويه. اللقاء معاهم الاولاني كان صعب جدا. ما هو ده اللي انا عايزه حضرتك تحكي لي يعني، لانهم اول حاجه اذكياء جدا، ما تضحكش عليهم خالص خالص، عندهم ذكاء رهيب، وما عندوش حته ان هو مش هيتكلف معاكي لانه ما انت مش فارقه بالنسبه له، لان هو عارف ان هو مش فارق بالنسبه لك. ف كان اول لقاء لما دخلت فيه ولد، يعني دخلت بروحت قلت هبص اشوف الناس، يعني قابلت الناس الحقيقه في الدار هناك عاملينه كويس جدا وكل حاجه. كان قلنا ننزل على الملعب، زي الملعب جمعوا الولاد، فكلهم جايين بقى ايه يتفرجوا بقى يعني.
جاي تعمل ايه؟ يعني بيضحكوا بيضحكوا بقى، واللي بيبص شزرا واللي بيلف حواليا كده يجيبني من فوق لتحت لان هو للاسف مش مصدق. لا هو مش يعني موضوع هو مش حاسس مصدق، انه انتوا بتعملوا ايه يعني؟ هي تراكمات برضه. هقول لحضرتك حاجه، يعني يمكن اتكلمت في نقطه مؤتمر قبل كده على قصه مثلا يوم اليتيم مثلا، يعني انا نفسي يوم اليتيم ده يتلغي تماما لان بصراحه موضوع صعب جدا. الولاد دول بيتاثروا جدا بيوم اليتيم ده، ممكن تبقى فيه ايجابيات لكن سلبياته اكتر من اكتر الايجابيات. بكتير. كفايه لان الاسم بالظبط يعني، الجمله نفسها تقيله. تقيله وفي نفس الوقت ما بتعمليش حاجه خالص عشان تخففيها عليه. فالولد عارف ان انا بروح له كل سنه، كل سنه بعد عليه يوم بجيب له اكل، انت عامل له يوم في السنه. اعمل له اجيب له اكل وعربيه واراجوز والحفله وتصوروا معاهم، مع متصور ان هو بيهم مش محتاج ده. واروح اوديه في الدار تاني واسيبه اقول له انا هرجع لك السنه الجايه. سنه ورا سنه فهم خلاص، ففهم السور بقى اللي انا بنيته بينه وبين، اللي انا هفضل طول عمري باصص له كده طول عمري، ان انا مش سائل فيه اساسا يوم في السنه عشان اجي اتصور لنفسي وانزل الصور وهو ما بيشوفهاش ملوش دعوه بيها اساسا، ما بيستفدش في حاجه في الاخر. الفلوس دي كلها اللي بتتصرف في اليوم ده في الجمهوريه كلها وزعها على دي ممكن السنة تتعمل كلها. بيها مشاريع للولاد دول رهيبه. غير بقى العامل النفسي، ان انت هتكسر حديه ان انت بتعامله ان انت فرق بينه وبين، فهو الولد يعني. انا في واحد بقى، انا دايما بقول انه العيب فينا احنا مش فيهم هم على فكرة. طبعا احنا اللي محتاجين اننا نتعلم او ندرس نتعامل معاهم ازاي، لان طبعا احنا مشكلتنا ان احنا اللي مش عارفين نتعامل معاهم كويس، مش هم اللي فيهم مشكلة. بالظبط. يعني في واحد ولد منهم جه كده يعني كلهم ايه ممكن كانوا ساكتين شويه بصوا لي كده مش عارف، مش عايزين يتجاوبوا معايا خالص في الاول طبعا. وبعد كده واحد جاي يقول لي كده، بص لي كده وقال لي وانت جاي تعمل ايه بقى ان شاء الله؟ جاي تاخد اللقطه وتمشي كده بالظبط. هو خلاص اترسم جواهم الشط ده. انا الولد ده احترمته جدا، احترمته جدا لانه كان صريح لانه وضوح. صريح جدا وما احبش حد يستغله، وراح داخل لي على طول. فاز منك حاجه، ما تقعدش معانا يعني، لو عايز تقعد معانا بس مش عايز تقعد معانا ما تشتركش معانا في الموضوع. فسكت وسابني كده شويه، وبعد كده انا بدات مع الولاد، وبعد كده انا كنت رايح عايز اتفرج على هم بيلعبوا، بس حسيت ايه انهم كشين كشين، وبعد كده هنلعب قدامك بمناسبه ايه يعني، انت عايز ايه يعني بالظبط؟ وما يعرفونيش لان طبعا اكترتهم صغيرين ما كانوش اتولدوا وانا بلعب، فما يعني ما. فبعد شويه اضطريت بقى ان انا اعمل ايه، رحت مشمر بنطلون ونازل معاهم ولابس بغير، فكسرت الحته اللي عشان جواه. ما لهاش حل تاني لان حسيت ان في حاجز رهيب موجود، فاضطريت ان انا لازم انا اللي اكسره، مش هو يعني لازم بقى ايه تو بريك ذا ايس زي ما بيقولوا، يعني لازم انا اكسر الحته دي. فرحت اعمل كده، شمرت البنطلون فعلا، لابس بنطلون جينز رحت مشمره مغير الشميز بتاعه ولبست تي شيرت ونزلت ونزلت في وقعدت وسطهم. العب بجد لدرجه ان انا سخنت في اللعب معاهم، بان انا اتحدى وبقى الموضوع ان انا اساسا مش قصه بقى خالص، قلبت من قصه ان انا بتفرج عليهم عشان اشوف مين اللي ممكن يبقى لعيب كوره، الى ان انا قصه ان انا بقيتوا صحاب. اندمجت معاهم غصب عني، انا حتى ما كنتش راح اعمل كده يعني، كنت راح اعملهم كويس بس في الاخر عايز اوصل لحته معينه، لقيت ان انا مفيش طريق غير ان لازم اندمج معاهم الاول عشان تقدر تطلع الحته اللي حضرتك عايز تاخدها منهم، او اللي هي بالظبط. جواهم ممكن تكون مستخبيه ومفيش حد بيطلعها. بالظبط. انت عامل اكاديميه حلوه قوي قوي، ومشروع هايل الحقيقه، لان احنا دايما حتى لما بنقعد نقول اللعيب فلان بيلعب حلو قوي، فتلاقيه من صغره هو بيلعب اساسا مش في نادي، هو كان بيلعب مع مجموعه من اصحابه، في الاخر ده خلق منه نجم. طبعا. فحضرتك بتلعب على جزئيه مهمه جدا في الطفل، وخصوصا الاطفال اللي مش لاقيين حد مع الاسف انه يوجههم. وهرجع تاني واقول ان المشكله فينا احنا مش فيهم هم، لان احنا اللي مش عارفين نستغل طبعا. حاجات حلوه قوي جواهم تخلق منهم بكره احلى. بشكر حضرتك جدا، نورتني يا كابتن تامر، وربنا معاك، واحنا ببكره احلى موجودين مع حضرتك اكيد. ميرسي جدا طبعا الاستضافه، والنقطه اللي قلتيها طبعا مهمه جدا، احنا محتاجين يعني احنا نغير فكرنا. صحيح. يعني محتاجين شغل كتير جدا لينا احنا عشان نفهم القصه شويه، لان نحاول نقرب منهم. وميرسي جدا لاستضافتك، انا اللي بشكرك جدا. ومن خلال البرنامج معاكي طبعا ادعو كل الناس في كل حته، يا جماعه اللي عنده ولد في اي حته من خلال الصفحه بتاعتنا موجوده،
وممكن من خلال البرنامج ومن خلال البرنامج طبعا كلمونا ونوصلهم بحضرتك على طول. اي واحد يلاقي اي واحد عنده موهبه في اي حته صوروا فيديو بس ويبعته، واحنا هنروح لغايه هناك ودي فكره حلوه قوي. اي حد، اي اسره عندها طفل عنده موهبه سواء كان في التمثيل او في الكوره او في الطبخ او في الرسم او في الغنى او في اي حاجه، اي موهبه عندكم في الاسره فعلا زي ما الكابتن قال صوروهم بكاميرا الموبايل وابعتوها لنا، واحنا ان شاء الله هيكون لينا دور كبير جدا ومع كابتن تامر اكيد، ونقدر ان احنا نخلق منهم فعلا نجوم ويكون عندهم ان شاء الله بكره احلى. بشكركم مشاهدينا واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله الساعه 4:30. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.